بسم الله الرحمن الرحيم. الزميلات والزملاء الأعزاء، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وجدت واجبا علي أن أتحدث إليكم اليوم لأن هناك تساؤلات لدى البعض بالنسبة للانتخابات وأسلوبها وكيف ستتم، ولا يزال البعض بيسأل الانتخابات هتتم ولا مش هتتم. فأنا لقيت واجب علي أن أنا أتحدث إليكم اليوم في عدة موضوعات، طبعا على رأسها الانتخابات التي سوف تجرى باكر بإذن الله. الحب الأول أوضح ليكم جميعا أنه كان لابد من إجراء الانتخابات، لأن المجالس النقابات الفرعية كلها في عموم مصر انتهت ولايتها في 6 أبريل 2020، ومعنى هذا أنه هذه المجالس مستمرة بلا وضع قانوني، وإحنا برضو دائما بنفضل الحل الديمقراطي، علشان لما هنعين لجان لتسيير الأعمال يعني ده أو اختيار من النقابة قد يصادف هوى البعض وقد لا يصادف، فاحنا بنحترم الإرادة بتاعت المحامين. ومن أجل هذا كان لابد من إجراء الانتخابات علشان يعبر المحامون عن إرادتهم وينتخبوا من يشاءون. ولعل كلكم حضراتكم شايفين أن النقابة العامة، أنا وجميع الأعضاء الذين شرفوني بالتعاون معي من أعضاء المجلس، لا نتداخل بتاتا في اختيارات المحامين بالنسبة للمرشحين. الشيء المدهش أنه يعني البعض بيحاول يقاوم إجراء الانتخابات. أنا هي مسألة أنا لا أفهمها إلا إذا كان يعني هناك دوافع بقى شخصية، مش دوافع موضوعية ولا دوافع تتعلق بالمصلحة العامة، لأنه المصلحة العامة تقتضي أن يعبر المحامون عن إرادتهم في انتخاب مجالس جديدة تتولى النقابات الفرعية اعتبارا من تاريخ انتخاب، لأنه ليس يجوز في أي منطق انه تستمر الاوضاع على ما هي عليه رغم مضي الزمن. طبعا طلعت علل كتيره جدا لايقاف الانتخابات، من ضمنها انه البعض اراد ان يتذرع بالكورونا، في حين انه الزملاء الذين رفعوا قضايا بهذا هم بيروحوا المحكمه كل يوم وبيحضروا في جلسات المحاكمات في سرايا المحاكم، يعني ما حدش توقف عن العمل. اشمعنا يعني نقابة المحامين انتخاباتها لا تتم وهي عبارة عن يوم 7 ويوم 8 ثم الإعادة 14 و15 وقضي الأمر، ثم إنه الإجراءات الاحترازية المعمولة فيها ما فيش يعني أضبط من كده، إنه اللجنة لا يتواجد فيها إلا أمين السر والرئيس اللجنة والاثنين مندوبين الأعضاء، ويخش المحامي يدي صوته ويطلع، يخش اللي بعده بعد ما يخرج اللي هو بيأدي صوته. طب فين المخاطر وفين المحاذير؟ فطلعت طبعا يعني ذرائع لا محل لها من الاعراب ورفعت الدعاوى. انا يعني دعوني يعني اقول قدام حضراتكم انه يوم انا بعت المذكره مع زميلي الاستاذ حسين الجمال وزميلي الاستاذ عبد المجيد هارون، وانضم اليهم في وزاره العدل الاستاذ يحيى التوني، احنا ارفقت بالحافظه او احدى الحوافظ الخمسه المقدمه، 31 حكم صدروا من محكمة القضاء الإداري والإدارية العليا برفض كل الطلبات المستعجلة لإيقاف الانتخابات. طب هذا هو حكم القضاء؟ يعني حد يقول إن احنا نتجاهل أحكام القضاء في إجراء الانتخابات؟ بعد إذنكم، أنا الهيئة القضائية المشرفة على الانتخابات شرفت، يعني رحب يبقى ساعة بالسيارة. يا اهلا يا فندم، 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 اهلا وسهلا يا فندم، اهلا وسهلا يا فندم، اهلا يا فندم. يعني انا بنقل الى الساده الزملاء انه شرفونا الان اللجنه القضائيه العليا التي ستشرف على انتخابات نقابه المحامين من هيئه قضاء الدوله برئاسه الاستاذ المستشار الجليل نائب رئيس الهيئه ورئيس اللجنه العليا. والنقابه النهارده في ايد ان احنا نستخدم. اتفضل يا فندم استريح. يعني ما يشاؤون، احنا تحت الامر، انما انا هخلص البث وهلحق بحضراتكم. شرف لنا والله ان احنا نشارك في هذه العمليه. اهلا وسهلا. صور يا ابني.
الله يخليك يا فندم، عظيم الاحترام ليكم يا فندم، عظيم الاحترام ليكم يا فندم، واحنا عاقدين الامال عليكم ان شاء الله في ان احنا تجرى انتخابات على احسن ما يكون يعني. ربنا يخليك يا فندم، متشكر يا فندم. ان شاء الله بانفاسك يا فندم، ان شاء الله ان شاء الله بانفاسك يا فندم. عظيم الاحترام يا فندم، شرفت وانست يا فندم. النقابه تشرفت بيكم النهارده يا فندم، اهلا وسهلا. اهلا يا فندم، اهلا يا فندم، اهلا اهلا. ف يعني كان انا اسف للمقاطعه، بس ده اللجنه القضائيه العليا التي ستشرف من هيئه قضايا الدوله على الانتخابات. وطبعا انا برضو يصح ان انا اقول لحضراتكم ردا على بعض الاسئله التي جاءت اعتراضا على الهيئه، هيئه قضايا الدوله، انها ليست هيئه قضائيه، وهذا كلام لا يصدر من محامي، لانه هيئه قضايا الدوله منصوص عليها في الدستور المصري لصادر 2014، ولما اتعملت الانتخابات النقابه العامه في 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 مارس الماضي، ما حدش قال ان النيابه الاداريه ما هيش دستوريه ولا شيء قضائيه. فايه ايه الفرق يعني؟ ولا هو الغرض ايقاف الانتخابات؟ فنقول كذا يعني، ادي حاجه ما شاء الله، لاننا طبعا كنا امام تحدي. انا القانون لا يلزمني بان انا اجيب هيئه قضائيه تشرف على الانتخابات، لانه الاستاذ رئيس مجلس النواب السابق عرض الامر عند مناقشه القانون 147 لسنه 2019، وبعض النواب من المحامين طلبوا باضافه نص ان يكون او ان تكون الانتخابات باشراف قضائي، فالاستاذ الدكتور علي عبد العال قال لا حاجه للنص، لان هذه قاعده معروفه لا تحتاج الى نص. طبعا كان يحسن انه يبقى في القانون، انما انا رغم ان القانون اذا تمسكت بحذافيره يعفينا، ولكني اردت طمأنة لنفسي ولكم وللجميع وللمجلس ان احنا تجرى الانتخابات تحت اشراف قضائي. في بعضنا فرح لما هيئه النيابه الاداريه اعتذرت. طب تفرح ليه يعني؟ ده احنا عاوزين نمشي الانتخابات. ولما جت هيئه قضاء الدوله يطلع القطط الفطس، يعني احنا عاوزين نعمل انتخابات ليه؟ وزي ما قلت لحضراتكم، استمرار الوضع اكتر من 10 اشهر بلا ولايه دي مساله تبقى في وشنا مش كويسه. طيب قدمنا في الحافظه احدى الحوافز الخمسه المقدمه لوزاره العدل، وقلت قدمها زملائي الثلاثه اللي انا ذكرت اسمائهم، فيها 31 حكم من محكمه القضاء الاداري، وثلاث احكام منهم من الاداريه العليا برفض كل الطلبات المستعجله لوقف الايه؟ الانتخابات. مش كده وبس، بعد ما تم هذا واتعرض، والحقيقه وزاره العدل رحبت وقدمت التسهيل لاجراء الانتخابات، جاني 10 احكام اخرى، يعني معايا النهارده 41 حكم. 41 حكم يقولوا تجرى الانتخابات. يبقى احنا المحامين مش عاوزين نجريها. بعض الزملاء شايفين انه لا يجوز ان احنا نعمل سرادقات او صوان لاجراء الانتخابات، وان نجيب مسه بكرامه المحامين. طب مسه بايه يعني؟ انا حضراتكم انا راجل عجوز، انا عندي 82 سنه، انا انتخبت في السبعينات القرن الماضي في سرادقات هنا في شارع عبد الخالق ثروت وفي جنينه النقابه، يا من عبد العزيز الشرباجي واحمد الخواجه ومصطفى البرادعي، ما حدش قال ان دي بس بكرامه المحامين. ولغايه امبارح بتجرى بعض اللجان بتجرى بسرادقات قبل ما لا يتسع المجال، وفي ناس فاهمه انه لابد ان يجرى هذا في المحاكم. لا يعني ارجعوا لنص الماده 135 عشان تعرفوا برضو انه ناس عاوزه بس ايه؟ تفشل اجراء الانتخابات لا لشيء الا يعني ربما يعني يبقى في اغراض لنفس يعقوب. حضراتكم ادي الماده 135، يجرى الانتخاب لاختيار النقيب واعضاء النقابه العامه بدار النقابه العامه وفي مقر النقابات الفرعيه او انديه المحامين وفقا للقواعد والاجراءات. ما فيش حاجه نصت لا على غرف المحامين ولا على داخل المحاكم. ومع ذلك احنا ما سكتناش، يعني احنا بنسعى، وبالفعل احنا حصلنا على موافقات كثيره، واحنا بنتدارك لما نلاقي ان المكان مش كافي بنعمل في حرم المحكمة وبجوار غرفة المحامين الصوان اللي بنعقده علشان يتم التصويت في خلاله، ومع الالتزام بالتعليمات الاحترازية. حضراتكم في ناس بتسألني ينتخبوا ايه وازاي، فأنا برضو عشان الإيضاح نقرأ سوا كده المادة 152 بالنسبة لتشكيل المجالس الايه الفرعية.
مع التنبه إلى أنه هذا النص بيخاطب لجان الفرز اللي هي تراعى أو تراعيها في عدد المجلس الذي يتم تصنيفه وإعلانه. يعني احنا مثلا في النقابة العامة في عدد محامين استئناف، في عدد محامين إدارات قانونية إلى آخره، وبيجي اللي بيظبط العملية دي اللجنة العليا للانتخابات في ما يتصل بعملية الفرز. فالنص بيقول ايه؟ النص بيقول يتولى شؤون النقابة الفرعية مجلس يشكل من 1 نقيب، 2 عدد من الأعضاء لا يقل عن 7 أعضاء، عدد من الأعضاء لا يقل عن 7 أعضاء، بيوقع عضو عن كل محكمة جزئية وعضو عن الشباب لا يزيد عمره عن يوم الانتخاب عن 35 سنة. طيب يبقى نفهم من كده ان لازم حد ادنى، ما اقدرش احطه ولا يبطل الصوت بقى، لا استطيع ان اضع في بطاقة التصويت اقل من 7 ايه اختيارات، يبقى فين القاعدة دي؟ طب افرضوا بقى حضراتكم عدد الجزئيات اكتر من 7، يبقى هتحط على قد عدد الجزئيات. يعني لو هفترض جدلا ان في دايرة او محافظة عدد الجزئيات 8 او 9، يبقى تنتخب 8 او 9 على حسب العدد. الشرط هو الا يقل عدد المنتخبين عن 7. المسألة يعني في غاية في البساطة، و يعني انا عاوز اقول لكم انه نحن في عرس، يعني ان ننجح رغم كل العوائق ورغم كل المثبطات والعراقيل، ان احنا نفرض ارادتنا وللتعبير عن ارادتنا في انتخاب مجالسنا الفرعيه، ده شيء يفرح له وتنصب له افراح حقيقيه، مش افراح يعني راس وزمر، لا افراح في القلوب في الوجدانات، لانه المحاماه طول عمرها فروسيه، والفارس لا يقبل الضيم ولا يقبل ان هو يلوى على امره ولا ان هو يفرض عليه اوضاع تتأبد بحكم ان هو مش قادر يعمل انتخابات. لا احنا قادرين نعمل انتخاباتنا ووفقا للقانون ووفقا للاصول ووفقا للمصالح العامه. واحنا والزملاء اعضاء المجلس هم منوريني في غرفه النقيب، بنتعاون في هذا علشان نوفي بالمسؤوليه المعلقه في اعناقنا. الموضوعات اللي انا عاوز برضو اوضحها لحضراتكم كتير، لان انا احيانا بشوف اسئله على صفحات التواصل الاجتماعي، ومن ضمنها يعني ليه انا لا اتخذ الاجراءات القانونيه في وقائع الفساد او الانحراف او الجرائم التي ضبطت. لا احنا اتخذنا الاجراءات القانونيه، وكل ما تكلمت فيه مقدم فيه بلاغات الى نيابه الاموال العامه العليا وجاري تحقيقها، فالبلاغات موجوده وجاري التحقيق، وانا اخر واقعه وصلتني اهي وبدات اولى خطوات الابلاغ عنه. انا هقولها لكم برضو عشان تعرفوا اللي احنا بنواجهه واللي انا وزملائي حريصين ان احنا نحققه لتطهير العمل النقابي من كل هذه الانحرافات، لانه المال ده مال كنتم، مش مال رجائي عطية ولا حسين الجمال ولا محمد الكسار ولا اي حد مننا، ده مال المحامين كلها. فاحنا بنحافظ لكم على اموالكم، ولما بنلاقي فيه مخالفة ونلاقي فيه استيلاء على المال العام او اختلاس دي او اهدار، بنتخذ الاجراءات القانونيه. ادي مثلا موضوع جاني، انا بدات اولى خطوات التبليغ، مش هقول بقى ازاي لان دي حاجات يعني يحسن في البدايه ان تكون في طي يعني الكتمان. جاني من احد اعضاء المجلس مصروفات ما سمي بيوم الكرامه. ايه يوم الكرامه ده؟ يوم الكرامه ده اليوم اللي كان بيحاكم فيه الاستاذ النقيب السابق في الاستئناف المرفوع منه في حكم الحبس الصادر ضده بسنتين حبس من محكمة الدرجة الأولى، فهو سماها يوم الكرامة عشان يحشد ناس لمناصرته. طيب ما هو منسيب الحشد يبقى تلقائي مش على نفقة الأموال العام، يعني اللي عاوز يأيد، ما أنا أيدت رغم أن أنا مختلف مع النقيب السابق في أشياء كثيرة، انما انا لقيت من واجبي وانا يعني كبير في المحاماه ان انا اقف الى جواره، وانا كتبت له مذكره دفاع تدرس، انا بقولها بلا غرور وبلا تواضع برضه، هي تدرس
وهو قدمها بايده للمحكمه وقال مذكره من الاستاذ رجاء عطيه، قال لان انا استقطرت ان انا ابقى موجود محامي ونقيب المحامين يحبس. ومع ذلك هو بعد سنتين جاي بيقول عليا في بس ان انا مش محامي. ماشي، طب لما انا مش محامي طيب يعني لجأ الي ليه علشان ادافع عنك؟ يعني ما علينا، انا برضو يعني ما بردش على الكلام ده، انما الشيء بالشيء يذكر. يعني في يوم الكرامه ده الوقائع التي وضعت امامي وقائع غايه في الخطوره، غايه في الخطوره، وهقولها لكم. انا بس هشيل الاسماء حتى لا اؤثر على الايه، الانتخابات المزمع اجراءها باكر وبعد باكر. مش عاوز اقول الاسماء، بس انا هقول الشيكات وصرفت لاي موضع، وممكن لو عاوزين كمان اقول ارقام الشيكات، بس هيبقى الشيء يطول. يعني قدامي الشيكات حضراتكم، وصل تعدادها في يوم ما سمي بيوم الكرامه في يوم واحد او اثنين، طلعت الشيكات يعني في 48 ساعه 28 شيك، منهم شيكات لبورسعيد، وشيكات للاقصر، وشيكات لسوهاج، وشيكات لطنطا، وشيكات لمش عارف رمزي ويلسون للسياحه، وشيكات لحسام عبد الله سندباد للرحلات، وشيكات لنقابه مرسى مطروح، و لحاجه اسمها شركه تسليم النقل السياحي وإترو النقل السياحي وتسنيم للنقل السياحي، وحسام عبد الله سندباد للرحلات ونقل الشرقيه، ونقابه جنوب الشرقيه، ونقابه اسوان ونقل في الاسوان، ونقابه إنا، وبدل سفر لاعضاء مجلس في إنا، وفي حتى في شمال الجيزه اللي جنبنا برضه مصروف شيكات كبيره. يعني واحد منهم مثلا ب 5600 جنيه والتاني ب 3700 عشان يجوا من شمال الجيزه لمحكمه زينهم يحضروا الجلسه للتأييد سياده النقيب السابق. في مصروفات انتقال من العاشر من رمضان بشيك برضه، بشيك كبير يعني، وانتقال اخر من الاقصر والسويس وجنوب البحيره، وتاني من بورسعيد، وتاني من شمال الاهليه، وتاني من الاقصر او الرابع من الاقصر، وخامس وسادس من الاقصر، وسابع من الاقصر، وجبات ونقل وشركات وسياحه كامل، وبعضها بقى بيتوزع على ساده زملاء عشان يوزعوها على المحامين. لان المبالغ المصروفه يعني تتراوح بين الاتي، يعني انا مش هقدر اقول كل اللي ايه، في شيكات ب 10000 جنيه، وفي شيكات ب 4400 او ب 44000 جنيه، وفي شيكات ب 68000 جنيه، وفي شيكات ب 20000 جنيه، وفي شيكات برضه ب 20000، وفي ب 14000، وفي ب 18000، وفي ب 24000 وكذا، وفي ب 71000، وفي ب 15000 و 47000 و 48000، المجموع يعني 900000 حوالي مليون جنيه في يوم. للتصفيق الحاد الهتاف المتواصل للسيد النقيب السابق، يا ترى الفلوس اللي خدها من اخذها واستلمها بهذا الشيك المصروف له بالاسم، ويعني بعد ما هتبلغ او يتم استكمال البلاغ هيعرف مين اللي استلم، والشيك صادر باسم المستفيد مين، ويا ترى وزعه ولا لا على المفروض انه هيوزعه عليهم، ولا لا اتضرب في الجيب او اتضرب تلتينه في الجيب. انا مش عاوز اقول اسماء دلوقتي يعني حتى لا يشتبك يعني من لم يعطى مع من حجب، وبعد ان استلم من اموال النقابه العامه اموال حضراتكم هذه الاموال، يعني اولى بالناس اللي عماله تقيم العراقيل وتلجا الى ما لم نعرفه بتاتا في المحاماه، وتسب باقذع الالفاظ وببذاءات شديده جدا وكلام ثقيل غريب على المحاماه وغريب على المحامين وغريب على المحامين لما يوجه الى القامات الكبيره في المحاماه، المحاماة فروسية وأدب واحترام. طب وإحنا إزاي نطلب من المجتمع أن يحترمنا ونحن لا نحترم رموزنا؟ هذه مسألة
لا يكفي فيها ان في بعض الناس واكثريه بيقولوا عيب عيب يا جماعه، بس العيب مش ما بينقطعش، العيب لا ينقطع، ودي مساله بالغه الخطر. بالغه الخطر مش على اللي بتشتم، لا ده بالغه الخطر على المحاماه، بالغه الخطر على نقابه المحامين، لانها بتشوه المحاماه وصوره المحامين في عيون الناس وفي عيون المجتمع. مين يرضى بكده؟ طول عمر المحاماه حاجه عظيمه جدا، فرسانها عبد العزيز باشا فهمي ومصطفى بيه مرعي وناس اقطاب كبار جدا، وعبد المجيد بيه نافع وحماده بيه الناحل، اسماء ضخمه، مصطفى باشا النحاس، دول الدكتور محمد حسين هيكل باشا، عظماء كبار جدا، مكرم عبيد باشا، مهما قلت هقول اسماء كتيره جدا. احنا طول عمرنا يعني اصحاب صوله وجوله في عالم المحاماه وفي الحياه الوطنيه في مصر. يعني لما تبصوا حضرتكم في كتاب رساله المحاماه اللي انا عملته سنه 2008، نصه الاول في فنون المحاماه، وارجو كل محام ان يراجعه فنون المحاماه، والنص الثاني في عظمه المحاماه وعظمه المحامين والحقائب الوزاريه ورئاسه الوزارات ورئاسه الجمهوريه والامانه العامه للامم المتحده، حاجات كبيرة قد كده التي تولاها المحامون العظام. المحامون عظام، والمحاماة رسالة عظيمة جدا تبواها على مدار التاريخ عظماء عظماء عظماء. نحن مطالبون جميعا، وانا منكم، ان احنا نتقدم الى هذه القمم، مش ننزل لتحت. ازاي ننزل لتحت؟ والمفروض الزمن بيطورنا لفوق، الزمن بيخلي كل واحد تتصاعد اماله وغاياته وامانيه واحلامه ليلمس السحاب الذي تلامس معه هؤلاء الاسلاف العظام. نقوم ننتهي احنا بقى الى شتائم وقذائف وبزاءات وتطاولات لا تتفق لا مع المحاماه ولا مع المحامين. دعوني اقول لكم ان برضو انا يعني عشان برضو تبقوا في الصورة، ان احنا يعني بنسعى انا وزملائي، مش انا بس، يعني احنا عندنا موضوعين كانوا شغلنا ولا يزال حضرتكم. الموضوع الاول اللي هكلمكم فيه القيمة المضافة. القيمة المضافة، في ناس فاهمة ان المسألة تتحل بالعنتريات، مش بالعنتريات، لان انت ازاء قانون، والتعامل مع القانون له وصول وله ضوابط، والناس اللي فاهمة قانون تحيي هذا الأسلوب في التعامل مع الموقف. نحن قد تعاملنا مع الموقف، ولما أجري البروتوكول الأول وكان لنا عليه اعتراضات، وأنا لما عرضته لم أخفي أن لي عليه تحفظات، وحضراتكم وقفتم وأنا وقفت معاكم وقلت أن أنا لا اعتراض لي على إبداء مشاعركم في التحفظ على هذا البروتوكول، وانتهى الأمر بتوقيع بروتوكول بيني وبين السيد الأستاذ الدكتور وزير المالية، أعفينا فيه من ثلاث حاجات هقولها تاني. وعلى فكرة البروتوكول ده منشور على موقع النقابة أكثر من مرة، لمن يحب أن يطالعه إن كان قد نسيه يطالعه، ويستطيع أن يصوره ويأخذ منه كوبي ويتقدم بها إلى أي مأمور أو مأمورية ضرائب لإثبات حقه. هذا البروتوكول نص أولا على إعفائنا من التسجيل، صار المحامون غير مطالبين بالتسجيل فيما يتصل بالضريبة المضافة، فيما عدا الضريبة المضافة ده بره البروتوكول ملناش دعوة بيها. طيب ادي اول حاجة. الحاجة الثانية، المبالغ التي تسدد عند رفع الدعوة او عند الاستئناف او عند الطعن اللي منصوص عليها 40 و60 و200 في النقد، هذه ضريبة نهائية لا يطالب المحامي بعدها بأي مبالغ أخرى. ما شاء الله، ده مكسب ضخم جدا، لأن المبالغ التي تؤخذ عند رفع الدعوة وعند إثبات الحضور أو عند حضور التحقيق أو عند الطعن بالاستئناف أو بالنقد مبالغ زهيدة جدا، بسيطة خالص. الحاجة الثالثة، آسف معلش، إن القانون واللائحة بيوجبوا على المعاملين او المخاطبين بضريبه القيمه المضافه ان هم يقدموا اقرار كل شهر. فده الاعفاء الثالث اللي خدناه في البروتوكول، اعفي المحامون
من تقديم الإقرار كل شهر. هل معنى هذا أنه لا يقدم إقرار آخر السنة؟ لا، لا يملك أحد أن يقول ما تقدمش الإقرار. الواجب على كل الممولين تقديمه في آخر العام، الفترة من أول يناير إلى آخر مارس، كل ممول واجب عليه أن يتقدم بإقرار ضريبي. لا أستطيع أنا ولا وزير المالية ولا رئيس الدولة أن هو يحسف هذا، ده قانون وتقليد وعرف. يبقى الناس اللي فاهمة أن معنى أننا يعني نقيب محامين أننا نجيب حاجة ما تجيش إعفائنا نهائيا أن احنا نتقدم بإقرار ضريبي، لا، لا يملك أحد هذا. نمرة اثنين، وعاوز أقول لكم الكلام ده اللي بعمله من ساعة ما رجعت للمحاماة في سنة 76، وقبل ما أروح برضو القضاء العسكري، أنا قيدت في 19/8 حلفت اليمين سنة 59، وانتقلت إلى القضاء العسكري في 29/6/61 بعد اجتيازي فترة الدراسة في كلية حربية. ولما استقلت ورجعت للمحاماة أنا ماشي على، أنا كانت بطاقتي الضريبية في الدقي رقم واحد، يعني أول بطاقة ضريبية سجلت الدقي، وملتزم بالحساب ويتقدم فيه الإيصالات والوارد والمفاوت كل حاجة. أنا ليه بعمل كده؟ عملت كده وبعمله. أنت بتحفظ نفسك وبتصون نفسك بما يسمى التقدير الجزافي. لنا محامي كبير جدا كما كتبه في وسط القاهرة، كبير جدا، أهمل تقديم الإقرارات الضريبية فبتعرض للتقدير الجزافي. التقدير الجزافي تيجي مصلحة الضرائب تقول لك ضريبة 100,000 جنيه عشان انت جالك 2,000,000 جنيه مثلا يعني، وحلني بقى على ما انت تثبت ان ما جالكش الا كذا لانك انت مش مقدم اقرار ومش قدم لا دفتر ولا ايصالات ولا فواتير ولا اي حاجة. يبقى انت اللي عرضت نفسك للخطر. ده مش قيمة مضافة بس، لان في ضرائب اخرى غير القيمة المضافة احنا مطالبين بيها، مطالبين بيها يا جماعة، مش مسألة كده عافية. القيمة المضافة دي احنا بنقول السعي اللي احنا سعيناه، خلاص. انت بتتعمل، قالوا الاقرار الالكتروني، اكتب في الاقرار انك انت فيما يتصل بالقيمة المضافة نحن معاملون بمقتضى البروتوكول المبرم بين وزير المالية ونقيب المحامين. انا مش مسؤول يا استاذة فاطمة عن اخر معاد، هو لازم يبقى عارف. انا بقول يعني اللي فاهم ان هو دي عقدة، ان هو ازاي يملى الاقرار الالكتروني، انا بقول له تملاها ازاي. تيجي على البيان بتاع القيمة المضافة تقول نحن معاملون بمقتضى الايه البروتوكول. بس برضو انا شايف من مصلحتك، انت مثلا رفعت دعوة وكاتب عنها 20 جنيه حسب الكشف، وحضرت جنحة ودفعت الرواصل بتاعها 20 جنيه، وعملت نقض دافع فيه 200 جنيه، وانت لازم تكتب الكلام ده، لازم تكتبه وتقول ان ده دي ضريبة نهائية، تقول كده هذه ضريبة نهائية على حسب الايه البروتوكول. دي مسائل لا تفوتكم، انتوا رجال قانون، يعني لمصلحتك ان تسجل لانها مسجلة بقى، مش مني ولا منك. يعني الموظف المسؤول اللي بياخد ايصال رفع الدعوة ب20 جنيه بيتم ارساله، واللي لما بتحضر في الجنحة وتدفع الايصال مثلا 20 جنيه برضو بيورد، واذا انت عملت طعن بالنقد ودفعت ال200 جنيه بيورد، عملت استئناف ودفعت ال60 جنيه ولا ال40 جنيه بيورد. فانت هتقول المبالغ اللي انت سددتها وتقول دي ضريبة نهائية طبقا للبروتوكول، واللي لما تيجي تتحاسب خد معاك صورة من البروتوكول. يعني حضرتك تقدر تخش على الموقع بتاع النقابة العامة وتجيب البروتوكول قدامك وتدوس عليه وتعمل منه كوبي وتاخدها معاك، والكوبي اللي موجود على موقع النقابة موقعة مني ومن وزير المالية ومن وزير العدل. انا بسهل لكم كل حاجة عشان تعرفوا تتعاملوا وتاخدوا حقوق. ومع ذلك انا حضراتكم انا ما سكتش علشان يعني نتعافى خالص من ضريبة القيمة المضافة. يعني اللي احنا بنعمله ده طبعا بتدارك قانون القيمة المضافة، صدر قبل انا ما اجي نقيب، وصدر في وجود النقيب السابق، والنقيب السابق يعني مش بس ما اعترضش عليه او على يعني
مخاطبتنا بيه في مجلس النواب وقتها، يعني اللي هو تنازل عن الدعوة التي كان قد رفعها إلى المحكمة الدستورية العليا. ولولا أن زميلنا الأستاذ ربيع في المنيا لحق نفسه كان عمل تدخل، كانت الدعوة راحت خالص. احنا انا جيت استلمت هذا الوضع، ومع ذلك انا مانيش ما بدخرش جهد في ان احنا نحاول نكتاز دي، لان انا مقتنع بان احنا لا يجوز ان تفرض علينا الضريبة المضافة، ضريبة القيمة المضافة. ليه وجهة نظر انا هقولها لكم باختصار. الضريبة دي مش مفروضة على مؤدي الخدمة او على بائع السلعة، الضريبة مفروضة على متلقي او مشتري السلعة وعلى متلقي الخدمة. امال ايه حكاية تحصيلها؟ تحصيلها التاجر لانه بيبيع السلعة بيقدر بسهولة يضيف في الوصل بتاع البيع قيمة الضريبة المضافة ويحصلها من المشتري اللي هو مشتري الايه؟ السلعة، فما عندوش مشكلة. انما اصحاب الخدمات مشكلة. ليه؟ لانه لا تستطيع ان تفترض ان كل من يؤدي خدمة قادر على ان هو يحصل على دليل او يحصل على هذه الضريبة من المكلف بادائها. نفس بقى القانون اعفى الاطباء. اعفى الاطباء، ليه اعفى الاطباء؟ اتقال في المناقشات التي ابديت انذاك انه الطبيب اصله بيتعامل مع مرضى، والمرضى دول ما معناه ان هم في حالة ضرورة. انا مسكت في الحتة دي عشان اوصل لرئيس مجلس النواب ولرئيس الوزراء في مذكرة مكتوبة بعتها بعتها حضراتكم في شهر 7 في شهر 7 سنة 2020. قلت فيها طبعا الحجة بتاعتي. ايه الحجة بتاعتي؟ ان انا قلت باختصار كده عشان ما اطولش عليكم قدر الامكان، قلت ان انا وضعي اقوى واشد والزم من وضع الطبيب. الطبيب بيتعامل مع عيان وكشف، يعني لو كشفه حتى ب 500 جنيه هيقول هات مثلا 50 جنيه، مقدور عليها مقدور عليها. انما افرضوا بقى، ما هو المحامي بياخد قضيه هيقعد يدفع حكوته فيها 10 سنين وخمس سنين، في قضايا بتقعد كده يعني مش حاجه سهله. فبالتالي اتعاب المحامي مش زي روشته الطبيب او الكشف بتاع الطبيب. فبيبقى المبلغ الذي يؤديه الوكيل او العميل للمحامي مبلغ شوية اكبر طبعا من كشف الطبيب. طيب اللي رايح بقى وهقول له ده لسه هيوكلني او ما يوكلنيش؟ والناس اللي متصورة ان المحاماة وظروفها هنا زي لندن وزي واشنطن طبعا دول عايشين في صورة مش صحيحة. نحن نعاني معاناة شديدة جدا، وبالسيامة وقد تزايدت اعداد المحامين زيادة كبيرة جدا، والمحامي يعني ممكن يبقى في حاجة إلى قضية يوكل فيها. فهو المحامي قاعد بيتلقى واحد جاي يوكله، وأهون حاجة على اللي جاي نقول له سلام عليكم وأنا راح أروح لحد غيرك، يعني مسألة بسيطة خالص. يعني دي أنا عاوز أصور برضو للناس اللي هيناقشوا الكلام ده في مجلس النواب وفي مجلس الشيوخ. أدي الحقيقة، أنك أنت بتطالبني بضريبة بتفترض انني حصلتها من العميل الذي جاء يوكلني، هذا الافتراض غير صحيح ولا يستقيم. ليه بقى؟ لان موقف المحامي اكثر صعوبة من موقف الطبيب. ليه؟ الاتي بعد. العميل الذي يأتي الى المحامي اما مهدد في حياته، قد يحكم عليه بالاعدام، ومهدد في حريته، قد يحكم عليه بالسجن المؤبد، وقد يحكم عليه بالسجن المشدد، وقد يحكم عليه بالسجن وبغرامات فادحة، وفي القضايا المدنية والتجارية إما حق إيه ضايع منه بيطالب بيه أو حق له مهدد. فهو في حالة ذعر شديد جدا لحماية حياته وحماية حريته وحماية حقوقه، ولا يتصور أنه في هذا الظرف الدقيق أن المحامي هيقول له طبعا أنا هاخد منك 1000 جنيه، هات 100 جنيه أديهم ضريبة مضافة. ما يقدرش يقول له كده، هيسيبه ويمشي على طول. وبالتالي استئداء هذه الضريبة من المحامي، وهي أساسا مفروضة على المتعامل مع المحامي، مع متلقي الخدمة مش مع المحامي الذي يعطي الخدمة، هذا افتراض غير صحيح، ويجب أن نسوى على الأقل بالأطباء وأن نستبعد من هذه الضريبة. فأنا يا فندم،
ماشي. ايوه. فحضراتكم انا بعت في المره الاولى بعت الى رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء جوابين في شهر 9 2020، وقلت فيه الاتي. الجواب اللي راح لرئيس النواب هو بالضبط الجواب الذي يعني ارسل الى رئيس مجلس الوزراء. صيغه الجواب هقراها لكم، ان انا قلت بسم الله الرحمن الرحيم. قيمة المضافة. قلت بعد تحية طيبة وبعد، فقد أعفي الأطباء من الإلزام باستثناء ضريبة باستئداء متأسف ضريبة القيمة المضافة من مرضاهم لحكمة واضحة، أن المريض الذي يلجأ إلى الطبيب في حالة ضرورة لمرضه. ثم أضفت في هذا الخطاب المرسل في شهر 9 من العام الماضي إلى كل من رئيس النواب ورئيس الوزراء، ونظرا لأن هذه الحكمة تنطبق بحذافيرها وأكثر على عملاء المحامين، فهم جميعا في حالة ضرورة شديدة ما بين حياة أو حرية مهددة أو حق ضائع أو مهدد بالضياع أو حق فائت مفقود يطالب به المكلوم في فواته عليه، إلى غير ذلك من حالات الضرورة العديدة التي تلجئ إلى الاستعانة بمحام. لذلك فمن المحال أن يستأدي المحامي ضريبة من عميله وهو في هذا المأزق وفي حال الضرورة، وعلى ذلك فإن مطالبة المحامين بأداء هذه الضريبة المفروضة أصلا على متلقي الخدمة هي في الواقع مطالبة بأداء ما لم يستأذنه من العميل. يعني أنت بتاخد مني حاجة أنا ما خدتهاش. أكثر من 300,000 محام الجواب متضررون بشدة من تطبيق ضريبة القيمة المضافة عليهم بلا سند حقيقي في الوقت الذي لا تشمل الأطباء. أملي كبير في وفاء بمسؤوليتي أن تضيف الحكومة ومجلس النواب مادة في قانون ضريبة القيمة المضافة تنص على عدم انطباقها على المحامين أسوة بالأطباء. أنا الحقيقة ما قدمتش المذكرة دي وسكت، ويمكن أنا حكيت لكم في بس قبل كده أن أنا خدت بعضي ورحت أنا بعد ما اتصلت بزميلي الأستاذ بهاء أبو شقة، وكان بنى ذلك رئيس اللجنة التشريعية والدستورية في مجلس النواب، وقلت له أنا جاي عاوز أقابلك وأقابل الدكتور عادل عبد العال، قال لي اتشرف، ورحت قابلته في مجلس النواب، والحقيقة احتفى بي هو وزملاء كثيرين من مجلس النواب من المحامين والقانونيين، وعرضت الأمر عليهم باستفاضة سواء فيما يتصل بضريبة القيمة المضافة أو فيما يتصل بشرط واحد هو الذي محل مطالبة باستبعاده بحكاية التزام لا تقيد في الجدول العام إلا إذا كنت قد اكتست الأكاديمية. فأنا شرحت هذا وتلقيت وعد من الزملاء إن هم اتفقوا في وجودي على إن هم هيتقدموا إلى البرلمان مجلس النواب للحصول على التعديلين. للأسف لم أتمكن يومها من مقابلة الدكتور علي عبد العال لأنه كان بيعزي في وفاة أحد الأمراء في دولة الإمارات مع سيادة الرئيس، وأنا لغاية ما مشيت ما كانش رجع لسه من الإمارات العربية المتحدة. فمضت الأيام ومجلس النواب يعني انتهت مدته، وبقى في مجلس نواب جديد ومجلس شيوخ. فأنا برضو لقيت واجبي إن أنا أستأنف، فأنا يعني لي علاقات واستخدمت العلاقات دي واتصلت بأحد المحبين لي وللمحاماة، وشرحت له الموضع أو موضعين اللي أنا فيهم واللي أنا محتاج فيهم إلى لقاء مع كل من رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الشيوخ لتجديد هذا الطلب الذي سبق تقديمه الأولاني بالنسبة للأكاديمية في شهر يوليو 2020،
والثاني في شهر اللي خاص بالقيمة المضافة في شهر سبتمبر 2020. وبعد مداولات يعني استحسن، وقد قبلت الاستحسان ان انا اتقدم بخطاب جديد الى رئيس مجلس النواب الحالي والى رئيس مجلس الشيوخ، والاثنين لحسن حظك وحظي ان هم رؤساء سابقين للمحكمة الدستورية العليا، وهم اول من يستطيع ان يقدر عدم الدستورية، لانه البند الخاص بشرط الحصول على الأكاديمية للقيد في جدول المحامين شرط غير دستوري. ليه حضراتكم؟ لأنه أولا مش ده مش اعتراض على الأكاديمية، احنا عملنا لجنة لإنشاء الأكاديمية، الأكاديمية نفسها مرحب بها، وإحنا في سبيلنا لتنفيذ القرار اللي أنا أصدرته، وأصدرت قرار بتشكيل هيئة استشارية لوضع بقى البرنامج والبرامج الدراسة والمواد إلى آخره. قلت ان الشرط ده غير دستوري. ليه غير دستوري؟ لانه التعيينات في القضاء ومجلس الدوله والنيابه العامه والنيابه الاداريه وقضاء الدوله بالليسانس بس، بل جميع الوظائف العامه في الدوله التي يلزم فيها ليسانس الحقوق يعين فيها في الوظيفه العامه بلا مطالبه باي شهاده عليا فوق الحقوق. ممكن تعمل له امتحان، الخارجيه بتعمل امتحان والحربية بتعمل امتحان، انما ما هياش انك انت تطلب شهادة تانية، وبالتالي يبقى النص ده معيب بعدم الدستورية، اي دعوة هترفع بعدم الدستورية سوف تقبل، بس هيبقى ترتب على هذا النص النتائج يصعب تداركها او هتؤدي الى اضرار. فانا يعني شرحت وقلت انه يعني اما النص ده يلغى وده هذا الافضل، يعني لانه سيما بقى في عيب تاني، انه نص قانون المحاماه على ان القيد في المرحله القيد ابتدائي معهد محاماه، فكيف يستقيم القيد ابتدائي معهد محاماه والقيد تحت بقى لسه هقول بسم الله في الجدول العام يبقى بالاكاديميه اللي هي اعلى من جدول المحاماه؟ هذا اللي كتب النص ده يعني واضح انه ما اشتغلش محامي او ما يعرفش يعني، فالنص كده يعني لو صممتوا عليه يبقى يروح في الايه؟ شرط للقيد في الاستئناف، ده بيبقى معقول ان القيد في الابتدائي معهد محاماه والقيد في الاستئناف اكاديميه، انما يبقى القيد في الجدول العام اكاديميه والقيد في الجدول في الابتدائي معهد محاماه، ده كلام لا يستقيم يعني. فانا استحسنت ما اقترحه الصديق وعملت جوابين بتاريخ اليوم، واحد لرئيس مجلس الشيوخ واحد لرئيس مجلس النواب، وتعطف علي زميلي الاستاذ عضو المجلس عبد الحفيظ الروبي وقال لي الله من كلم احمد بيه سعد ده وكيل مجلس النواب ده زميلنا يعني، قلت له يا رب، فهو مشكورا يعني وصلني بيه وانا شرحت له وهو محام ويفهم ما اقوله، والحقيقه الاستاذ عبد الحفيظ الروبي قام بدور يشكر عليه، وانا تحدثت الى زميلي وكيل مجلس النواب وقلت له الموضوعين بحججنا فيهم وتفهم هذا جيدا، وانا بعت الجوابين على مكتبه وهو مشكورا صرح المندوب بتاعنا يدخل عشان يقدم اليه الجوابين اللي هم لمجلس النواب ويساعدنا في مجلس الشيوخ، وقد تم التنفيذ، وانا ان شاء الله سانشر لحضراتكم الجوابين لرئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الشيوخ بتاريخ اليوم، بطالب فيه جواب خاص بالقيمة المضافة بتعديل القانون بإعفائنا من استئداء هذه الضريبة من العميل، لأنني لست قادرا على استئدائها من العميل، ومعنى أنك أنت تأخذها مني تاخد من جيبي بقى من رزقي أنا، ودي مسألة لا يرتضيها المشرع ولا يرتضيها القانون. ورانا الحقيقة يعني أعباء كثيرة جدا، وإحنا بنقاتل عشان نقوم بيها، وانا يعني انا وزملائي يعني نأمل امل حقيقي في ان كنتوا تساعدونا على ان احنا نبقى تحت امركم، مش بقولها كده يعني انا بسترضي، انا يعني برضو لعلكم عارفين ان انا ما يعني حتى لو انا عاوز ما عنديش فرصه ان انا اتقدم اليكم مره تانية، انا راجل عندي 82 سنه، لو عشت لغايه نهايه مدتي هيبقى عندي 85، ما ينفعش ما هينفعش، فأنا عارف إن دي مدة وحيدة ليا،
فانا يعني عاوز اعمل لكم احلى حاجه انا اقدر اعملها في العلاج وفي المعاشات وفي الضرائب وفي كل شيء وفي التاهيل، لان كل دايما بيخاطب يعني يدغدغ المشاعر بالخدمات. احنا كل الخدمات على عيني وعلى راسي طبعا، في العلاج وفي المعاشات والى اخره وفي النوايا كل حاجه، بس كمان التاهيل وتاهيل الشباب. يعني برنامج فارس اللي انا لسه معتمد البرنامج لتاهيل شباب المحامين ده حاجه انا فرحان بيها جدا، وبنفعل حكايه الجوائز وبنفعل حكايه المكتبات وبنفعل حكايه دعم الكتاب للمحامين، حاجات كتير، واعاده اصدار مجله المحاماه. فارجوكم ان يعني تتكاتفوا معنا حتى نستطيع ان يعني نلبي امالكم وامالنا في ان احنا نتقدم مره ثانيه الى المحاماه، ونتقدم مره اخرى لرفع مكانه نقابه المحامين والمحاماه والمحامين في عيون الناس وفي عيون مصر. المحاماه رساله دعوني اقول لكم انها فيما يتصل بشخصي هي اكرم ما استطعت ان اصنعه في حياتي. لعل بعضكم يلاحظ انني قد اصدرت ما يربو على 109 كتاب، ولعل بعضكم يلاحظ انني انشر 13 مقال كل اسبوع، وبنشر او بذيع بصوتي برنامج اسمه مع الله في صوت العرب مرتين كل اسبوع، وعضو في مجمع البحوث الاسلاميه وفي مجلس جامعه الازهر، وخبير في هيئه كبار العلماء. كل ده على فكره حصاد محاماه. والله 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 هذا كله حصاد محاماه. واللي متصورين ان هذا ابتعاد مني عن المحاماه، لا، انا المحاماه ولوازم المحاماه وثقافه المحاماه ومعارف المحاماه هي التي وسعت افاقي ووسعت قواعدي او قاعدتي المعرفيه والثقافيه والتاريخيه والسياسيه والوطنيه والنفسيه. وده كله بينعكس في كتابات بتطلع لوحدها. دي حضراتكم عامله زي نظريه الايه؟ الاواني المستطرقه بتسمع على بعضها. فانا اذا كنت عملت حاجه طيبه في حياتي فاساسها انني قد عملت بالمحاماه، لان كل انجاز انا انجزته في حياتي يعود الفضل فيه الى المحاماه. عاشت المحاماة، وعشتم فرسانا لرسالة المحاماة التي أتمنى لكم ولها كل خير وسؤدد ونجاح وازدهار. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.